عسلامة ومرحبا بكم. الحشرات تكثر خاصة في موسم الصيف، تدخل ديارنا دون استئذان، تقلقنا في نومنا وتتغذى من دمنا وتحول ليالينا إلى كابوس. الوشواش هي أهم هذه الحشرات، صغر حجمها يخليها تدخل الديار من نوافذ الكل. أشتي هالحشرات؟ وين تعيش؟ هل هي ضارة؟ وكيفاش نقاوموها؟ عدة أسئلة باش نحاولوا نجاوبوكم عليهم من خلال هذه الحلقة من برنامج الصحة العقارية. الوشويشة أو الناموس يبيض على المياه الراكدة، يتغذى من دم الحيوان أو الإنسان، مع العلم أن الإناث فقط هي اللي تقرص والذكور دورهم يقتصر على الإنجاب. تتسبب الوشواشة في بعض حالات الحساسية البسيطة في أغلب الأحيان، في المقابل ثم أنواع أخرى أخطر على الإنسان، مع العلم اللي ثم 3000 نوع من الوشواشة. من أهمها عندنا في تونس ما يسمى بالفليبوتوم، يعيش في الوسط التونسي ويتسبب في مرض اسمه ليشمانيوز. في أفريقيا ثم نوعين اختار، لانوفيل هذا يتسبب في مرض البالوديزم والمعروف في العالم كل، وثمة سيتسي هذا يعطي مرض النوم وإلا مالادي سومي. لحسن الحظ كلاهما ما عندناش في التراب التونسي. في أوروبا ثم ما يعرف بالمستيك تيجر. الوشواش قبل ما تقرص تحط مادة على جلد الإنسان يسبب الحكاك وحمرة في الجلد. معروف أنه غاز ثاني أكسيد الكربون CO2 وعرق الإنسان وجلد المزيتة تحبهم هذه الحشرة، خاصة في الليل. وقرصان الأطفال الصغار أسهل عند الوشواشة، خاطرهم كي يرقدوا ما يتحركوش. كيفاش قاوموا الحشرة المقرفة؟ الوشواشة تبيض على المياه الراكدة والدم اللي تمصه هو اللي تغذية بيضها. مقاومة الوشواشة تبدأ من مقر سكنها، يعني يلزمنا نرشوا بصفة دورية مضادات الحشرات في المستنقعات قريبة لديارنا وفي محيط منازلنا. في وسط ديارنا الوشواشة تنجم تبيض في الآبار أو على المسابح وحتى على الماء اللي نسقيه به. كيف يلزمنا الرشان مبيد الحشرات، والمسبح اللي ولا البير اللي ما نستعملوش يحب تغطيته. عجلة سيارة وإلا برويتا نجم تمثل حافظة مياه، لذلك ننصح باش نحفظوهم بعيدا عن الأمطار. في وسط الدار يلزم نحطو موسيكير على شبابك، وكي نحلو الضو ماذا بينا تكون شبابك مسكرة. الوشواشة تكره ريحة الحبق والكالتوس والنعناع، نجمو نستعملو أحواض من هذه النباتات على النوافذ، حاجة مفيدة. واستعمال بعض الزيوت المقطرة مثل روح القوارص في شكل قطرات، نحطوهم على قماش ونوزعوهم في الدار تهرب الوشواشة. في بيت النوم ماذا بينا كي نرقدوا نستعملوا مربحة قوية ولا مكيف، والصغار نغطيو لهم فروشاتهم موستيكير. ما تنساوش استعانة بملابس واسعة تغطي يديكم ورساقيكم. المواد الكيميائية المستعملة كمضادة للوشواشة هل هي دون خطورة على الإنسان؟ هي في الحقيقة خطيرة على الإنسان، لأنها تسمم الجهاز العصبي على طول، خاصة بالنسبة للنساء الحوامل والأطفال. ثم البخاخة وفما الموزع الإلكتروني يقولوله ديفوزور إلكتريك، كي استعملوهم ما تنساوش باش تبدلوا هو البيت. ثم زاد لزوتي موستيك سولير، هي آلات يستعملوا فيهم ضوء أو تنسيون لكن دون خطورة على الإنسان وفتاكة جدا ضد الوشواشة. بعض الوصفات التقليدية نجم نقول لكم عليهم، لكن عكس ما هو معروف أنه الثلج كي نحطوه على بلاصة القرصة ينقص الآلام، استعمال الحرارة خير لأنها تبطل مفعول السم متاع الوشواشة. لذلك حط منشفة بماء سخون وإلا لامبة متاع ضوء قرب مكان القرصة تنقص الأوجاع والحكاك.
ايضا الخل الابيض ولا قرطاس تاي مبلول ولا شويه اسبرين ولا شويه ملح، حك بيه بلاصه القرصه فرهده. ما تنساوش البصل نافع جدا. في الحقيقه القضاء على الوشواشه نهائيا امر صعب، مقاومتها يتطلب شروط نظافه كبيره في داخل وخارج المنزل وتضافر جهود البلديه والمواطنين. كانت هذه حلقه من برنامج الصحه العقاريه، ان شاء الله تكون نالت رضاكم. في الحلقه القادمه باش نشوفوا موضوع هام جدا، الفار والكفار. دمتم سالمين من هذه الافات، بالسلامه والى اللقاء.